كابتن سمير موسيماني مغير في أدائكم، حاسس إنه مدي الأهلي شكل مختلف؟ هو موسيماني مدرب كبير ومدرب زي ما بيقولوا يعني ايه مخضرم. هو اشتغل في افريقيا كتير، اشتغل مع سان داونز، ومن الفرق اللي بتلعب كوره حلوه جدا سان داونز. هو عايز يطبق ده معانا. الحمد لله اللعيبه مساعده الفتره اللي فاتت، عملنا ماتشات كتير حلوه جدا. وهو من نوعيه المدربين اللي زي ما بيقولوا صايع كوره، يعني هو فاهم جدا وعارف الشخصيات كويس وعارف اللعيبه وانا شايف ان الفتره الجايه مع العناصر اللي جات لنا، الصفقات الجديده واللعيبه الاعارات اللي رجعت، هنقدم كرة هايلة جدا، ان شاء والراجل الله هيفرق معانا ان بشكل شاء كويس. الله. عايز تقول له حاجه؟ اه طبعا. قول لي، يلا قول لي. يعني سعد انا اعرفه، انا اول حاجه ما كنتش اعرف ان هو داخل يتكلم معانا، بس هو عارف انا هتكلم في ايه. انا تقريبا من مش فاكر من فتره، بس حوالي من شهرين كده اتكلمت انا وسعد 17 دقيقه في التليفون، انا فاكره هو اللي كان كلمني، كان بيكلمني يديني نصايح ما تسمعش لحد، كان في كذا حاجه حصلت يعني معايا انتقادات ومش عارف ايه. وكان هو بصراحه من اول الناس اللي اتكلمت معايا 17 دقيقه في التليفون، وانا من ساعه كلامه ده بقول له فعلا كلامك اثر فيا وفي حاجات كتير قال لي عليها انا عملتها، فانا بشكره. هو اخويا الكبير زي ايه طبعا، يعني عملت ايه؟ حاجات كتير قالها لي فانا سمعت منه لان كلامه كان صح. هو لو كلامه غلط انا ما كنتش هعمل بيه، لو هو كلامه كان صح وانا بصراحه احترمته جدا في الوقت ده وسمعت كلامه كله وعملت بيه بصراحه، فانا بشكره لان هو فعلا اخويا الكبير وبحترمه جدا بصراحه، وربنا يكرمه ان شاء الله الفتره الجايه يبقى معانا. وسعد بقى، انت انا سامع ان انت اخف دم في الفرقه اصلا. يعني اكيد الفرقه لازم كلها تبقى دمها خفيف، احنا اهلاويه دمنا خفيف طبيعي، لكن اكيد انه سعد هو دم، هو الكوميديا كلها في الفرقه، والله مش كده؟ مش كلهم يا مدام لميس، مش كلهم في لعيبه دمهم كتير تقيل. عندنا، في لعيبه كتير دمهم تقيل عندنا والله ما شاء الله. يعني ايمن اشرف ازاع تحس كؤبه يعني ولا ايه؟ المفروض يبقى دمهم خفيف كده. لا والله العيال بعد ما تيجي خالص، العيال كئيبه جدا، يعني بنحاول ان احنا نفكهم شويه. طب مين اللي دمهم خفيف ومين اللي دمهم تقيل يا كابتن؟ لا هو في ناس ما بتضحكش خالص، يعني اساسا احنا بنحس ان اليوم في حاجه غلط او هيحصل لنا حاجه او فبنبقى قلقانين. يعني هم ترابيزه بيقعدوا مع بعض دايما على طول، قفش عارفهم يعني، فبنحاول ان احنا نبعد عنهم يعني.